تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا إله إلا الله، فعلا لالة فاطمة أحسن طريقة لمجابهة الخوف والهلع وهو أن الإنسان يواظب على ذكر الله. ذكر الله تعالى يكون في كل وقت وحين، وربنا عز وجل طلب منا عدم الإسراف في كل شيء، في الطعام والشراب قال لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حتى في النفقة قال لنا أنفقوا ولكن لا تسرفوا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. أي شيء ربي عز وجل طلب منا التريث والتوسط وعدم الإسراف، إلا في شيء واحد طلب منا فيه الإكثار والإكثار والإكثار بلا تعب ولا ملل، وهو ذكره عز وجل. قال جل علاه: اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وسبحوه بكرة وأصيلا، في كل وقت وحين، قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في الذهاب وفي الإياب، في كل وقت وحين. الذكر هو المخرج لنا من الأمراض النفسية. أنا أنصح الأحباب الكرام أنهم يتجنبون بعض الأدوية اللي عندها مضاعفات، أدوية لتهدئة الأعصاب، أقراص اللي هي كتكون ربما مهدئة لكنها مهيجة لمكان آخر. فعلينا جميعا أن ننتبه وأن نسلم الأمر إلى رب العالمين. من اللي تشوف راسي بأنني مقلق ومتوتر نمشي نتوضأ، الوضوء فيه بركة، ثم أصلي بالله تعالى ركعتين، والأحرص على أن أطيل في السجود، لأن السجود كيمص منا الغضب، كيمص منا القلق، وكيمص منا جميع الاضطرابات النفسية. أسجد واقترب، أسجد لله تعالى. وكان النبي الكريم يسجد على سبعة أعضاء: على الجبهات وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى القدمين، سبعة ديال الأعضاء. وقد ثبت علميا بأن هذه الأعضاء رغم اللي كيكونوا في الأرض وبخشوع واطمئنان ويقين وفي استقبال القبلة، فإن جميع التأثيرات السلبية يتم إزاحتها، كيوقع واحد النوع من ديشارجمون، نتخلص من الاضطرابات النفسية عن طريق السجود. أسجد واقترب، أسجد واقترب. وتلاوة القرآن الكريم هذه فرصتنا. اليوم الكل يشتكي من هذا العزل الصحي وهذا المكوت في البيت الذي طال، ربما فيه نعمة عظيمة. هذه فرصتنا أيها الأحباب الكرام، كل واحد فينا على الأقل يختم القرآن، فرصة للمطالعة، للمدرسة، لمجالسة الأهل والأولاد. ولكن لا ننسى أننا نجعل لنا نصيبا وافرا من الوقت بتلاوة القرآن، تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. وحبذا أن يكون بين يدي مصحف وعندي كتاب التفسير، هناك كتب التفسير كثيرة، وأسهلها اللي ممكن إذا نستفد منه كتاب بسيط وهو كتاب صفوة التفسير، لأن كتب التفسير هي كثيرة، كنا أمهات الكتب فيها عشرات المجلدات، قد تشق على الناس. كاين التفسير الفقهي خاص غير بالأحكام الفقهية، وكاين التفسير الاجتماعي خاص غير بتفسير الواقع الاجتماعي كما هو عند الإمام محمد عبده في المنار، والفقهي كما هو عند الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. وهناك التفسير بالمأثور، هذا ضخم جدا، بحال تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، وغيرها من التفاسير، تفسير اللآلئ للإمام طنطاوي فيه الإعجاز العلمي، كل هذا شاق. كتاب الزمخشري في البيان خاص بالتفسير اللغوي،
قد لا يليق بالإنسان في هذه الظرفية أنه يقرأ أمهات الكتب اللي هي خاصة بالمختصين في الشريعة وفي اللغة العربية، لكن كان نبه لواحد الكتاب بسيط، وهو كتاب جليل جدا، كتاب صفوة التفسير للإمام محمد بن علي الصابوني. هذا كتاب في 3 مجلدات، كتاب مدرسي كيفسر القرآن الكريم بطريقة بسيطة جدا، كيعطيك الآية وسبب النزول ديالها، وكيشرح لك غريب المفردات، ثم كيعطي المعاني المستلبطة. كتاب مبسط وسهل، صفوة التفسير لمحمد بن علي الصابوني. واللي يبغى كتاب فيه حركة، كتاب تفسير فيه حركة وفيه تفاعل وفيه مدد، وهو كتاب في ظلال القرآن لشهيد الإسلام سيد قطب رحمه الله تعالى، كتاب عظيم وجليل. ذكر عنه الشيخ كشك رحمه الله يحكي، قال لك لما كنت أقرأ تفسير القرآن في صفوة التفسير للإمام سيد قطب أتخيل وكأن الوحي يتنزل من السماء، لأن عنده واحد الإلهام عظيم جدا. فالإنسان يحرص في هذه الفترة ديال الحجر الصحي أنه يقرأ القرآن ويتدبر معانيه. وياما هجرنا كلام الله، ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه العزيز وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ياما هجرنا القرآن الكريم، فرصتنا أننا نعود إلى القرآن بالتلاوة والتدبر، ونشعر بالاضطراب النفسي، ونشعر بالقلق والخوف عليه بسورة طه. سورة طه يقول ربنا عز وجل في مطلعها بعد بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه كتسمى سورة أهل السعادة، لما نقرأها سورة طه الله تعالى يبعد الشقاء من قلبك ويزيل عنك الخوف والهم والغم. واللي ما قاريش يصلي على النبي، يصلي على النبي في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها فرحة في الصدور وطمأنينة للنفوس. أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد لنا فاطمة، الله يحفظ لك الوليدات ويحفظ لك الوالدة ويطول عمرها ويجعل أوقاتها بالذكر معمورة، ويحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شكر الله لك لنا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنشكرك سي أستاذ بزاف على البرامج اللي كتعطينا، برامج بارك الله فيك، حياك الله. أول حاجة كنطلب الله يرفع علينا هذا الوباء، اللهم أمين يا رب، ونرحموا على الناس اللي ماتوا، الله يرحمهم والله يجعل متواهم الجنة يا رب. اللهم أمين يا رب يا كريم. تنشكرك بزاف، ولو نشكر فمي ما نقدرش نعبر لك على البرامج ديالك، كيفاش كتريح النفس، كيفاش كتخلينا كنحسوا بالطمأنينة. أعزك الله، أعزك الله. أمي محبة لك بزاف في البرامج ديالك، ملي كيبدأ خصوص ديال قلوب رحيمة ما كيبغي تبغي لا اتصال لا مكالمة لا حتى شي حاجة في الوقت اللي كيبدأ البرنامج ديالك. لا إله إلا الله. بغيتك تدعي لي مع أستاذي الوالدة ديالي مريضة وخوفانا عليها باش تصوم، عندها لي بلاكيت، مرض في لي بلاكيت. راه دابا أنا كنعيط لك من طنجة وهي أكيد كتسمع لي دابا، تتسمع لك في قنيطرة. بغيتك تدعي لي معاها، ودعي مع الأخت ديالي اللي مقابلاها ومعتانية بها، أنا بغيت ربي يعلي درجتها يا رحمن يا رحيم. الله يخليك أستاذي. بغيتك تدعي لي مع خالتي، حتى هي كانت مريضة وكانت ناعسة في الطبيب، وتصور البرامج ديالك كتريحها. قالت لك أنا كنحس كأنني كنهضر مع شي دكتور حدايا قريب ليا، ولو أنه راديو حدايا، كنحس بأن كلامه كتريحني، كلامه كتزيدها التفاؤل، كتزيدها واحد قيمة في ما ربي اللي عيجازك على هذا الكلام ديالك دكتور. بارك الله فيك، الله يرحم لك الوالدين، ونطلب الله يدخل علينا هذا رمضان بالصحة ويرفع علينا ربي هذا الوباء. وبغيت نوجه نداء للناس يحاولوا يستغلوا هذا الحجر الصحي بالقراءة القرآن. وكاين الناس اللي كانت عندهم مشاكل عائلية، والحمد لله أن بهذا الجلسة في الدار تقدت بزاف الأمور. كنلقاو بزاف ديال الآباء ما عارفينش حتى ولادهم فين كانوا، واش من مستوى كيقراو، هذا في ظلم الله. وخان عيوم نشكر الله على هذا، راه ماشي مضرة لينا هذا الحجر الصحي يا أستاذ. لا إله إلا الله، إيا أختي إيا. وكان ركبني أستاذي، كان ركبني واحد الخوف، بواحد كيف ما هدرتي عليه دابا، الخوف غير طبيعي ركبني. نعم. لدرجة بغي يشدني وسواس أستاذي.
الله يحفظك وينجيك يا رب. وانا المنبع ديالي والدكتور ديالي هو الوالده ديالي، فاش كنكون تجيني شي حاله ولا عندي شي مشكل كنعيط ليها كنرتاح، وهي تقول يا بنتي حاولي تقراي القران، راه الله كيقول الا بذكر الله تطمئن القلوب. وفعلا انا استاذي قريت القران وكنحاول نهي وقتي بالذكر باش ما نخليش ذاك الخوف يسيطر عليا. الله يخليك، بغيتك توجه لي دعوه ودعوه للزوج ديالي والعائله ديالي ولجميع المرضى جميع المسلمين اجمعين، ونطلبوا الله يرفع لينا هذا الوباء، ونطلب الله يعلي درجتك والله يزيدك نور على نور، كتنورنا وكتفقهنا وكتشحال من حاجه كنا جاهلينها ما عارفينهاش. البرامج ديالك الحمد لله ربي اللي عايجازك على استاذ، وما كرهتش النمره ديالك الله يرحم لك الوالدين. واخا لله فاطمة انا ندوز للستوندار يعطوها لك ان شاء الله، بارك الله فيك. دعي معنا دعاء خالص لجامع الأمة الإسلامية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.